ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن عشر في قراءة موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى في رحاب مسجد سيدنا الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونفتتح هذا المجلس المبارك بتلاوة آيات كريمة من كتاب ربنا تبارك وتعالى، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ أيمن منصور إمام مسجد سيدنا الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له
شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. فتح الله عليك الشيخ أيمن وجزاك عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مجلسنا هذا أولا بالدعاء لفضيلة الأستاذ الكبير أستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالشفاء وأن يرد إليه صحته وعافيته وأن يعيده إلى هذا المجلس حتى نتم معه قراءة كتاب الموطأ إن شاء الله. ثم أما بعد، فإن الأحاديث التي سنستمع إليها في هذا المجلس المبارك هي أحاديث تتعلق بشعيرة الحج. والحج كما نعلم هو عبادة العمر التي يسعى كل إنسان منا أن يؤديها، والتي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يلقى ربه بحوالي 3 أشهر، حيث حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أو حجة البلاغ أو الحجة التي بين للناس فيها أمور الدين عموما وأمور الحج على وجه الخصوص. هذه الشعيرة، هذا المنسك، هو ختام الأمر، هو تمام النعمة والتي نزل فيها قول ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا المنسك أو تلك الشعيرة لها صور 4 وليس 3 كما يقول كثير من الناس. فصور الحج 4: إما أن تحج مفردا لا تدخل العمرة على الحج وهذا لا يلزمه دم، وإما أن تدخل العمرة مع الحج وتتحلل بينهما وهذا يسمى تمتع. وإذا أديت منسك العمرة في أشهر الحج ثم حججت لزمك دم. ثم بعد ذلك يأتي النوع الثالث وهو القران، وهو أن تؤدي العمرة مع الحج دون أن تتحلل وتظل على ملابس الإحرام إلى أن تنتهي من النسكين، هذا يسمى قران. أما المنسك الرابع وهو الذي يغيب عن كثير من الباحثين وهو ما يعرف بالإطلاق، أنت لم تحدد لا إفراد ولا قران ولا تمتع، إنما أنت تقول إذا كنت خارج مع جمعية أو خارج في صحبة إنسان وأنت لا تعرف شيئا فتقول: اللهم إني أفعل كما يفعل فلان. وهذا ما فعله سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه حين كان في اليمن وكان رسول الله يؤدي الحج، فلما جاء علي إلى رسول الله قال له الرسول: بما أهللت يا علي؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله. هذا يسمى إطلاق. الآن سنستمع
إلى أحاديث متعلقة بالتمتع، ونعلق تعليقا يسيرا حتى لا يطول الوقت علينا. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما لا يجب فيه التمتع. يعني فيه صور لا يطبق عليها حكم التمتع، لأن التمتع يلزمه فدية، زي ما ربنا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يعني إذا أنت أديت العمرة مع الحج يلزمك أن تذبح، وإلا تصوم، تصوم سبعة أيام في ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إلى بلدك. ويرى كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الغزالي رحمة الله عليه قال: ما فيش مانع أن أنت تصوم العشر أيام في بلدك، سواء كانت متفرقة أو متوالية. هنا الإمام مالك ذكر ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، قال مالك: من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله، يعني واحد أدى العمرة يا في شوال يا في ذي القعدة يا في الحجة ثم سافر ورجع إلى بلده ثم حج من عامه ذلك، رجع تاني إلى مكة وحج، فليس عليه هدي. يعني هو لا يوصف بأنه متمتع، إنما الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. هذه مسائل بنسأل عنها. يبقى لو واحد عمل عمرة في أشهر الحج وبعدين قال المسافر أنا لسه بدري فاضل شهر أو شهرين الحج، ورجع مصر ثم بعد ذلك ذهب من مصر إلى أداء الحج، فلا يسمى متمتع ولا يلزمه هدي كما استمعتم الآن. هذه صورة. صورة تانية، قال الإمام مالك: كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق، أي واحد راح من مصر أو من العراق أو من سوريا أو من أي بلد وذهب إلى مكة وسكن فيها، خلي بالك نطق، وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. ما دام سكن في مكة وأصبح من أهل مكة فلا يسمى متمتع. هذه صورة ثانية لا ينطبق عليها اسم التمتع. صورة ثالثة، سئل مالك عن رجل من أهل مكة، راجل عايش في مكة ثم خرج إلى الرباط يجاهد في سبيل الله أو يقضي مصلحة في مكانه أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة، يعني هو هيقعد في مكة ويريد الإقامة، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها، سواء كان عنده قرايب في مكة أو لا أهل له بها، فدخلها بعمرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه، أمتمتع من كان على تلك الحالة؟ فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. قال: باب جامع ما جاء في العمرة، وهو يتكلم عن فضيلة العمرة. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعبادتان المتواليتان يكفران ما بينهما من الذنوب الصغائر، كما قال النبي: الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بين ما اجتنبت الكبائر، هكذا أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. الحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم ولا يوجد فيه لا رفث ولا فسوق
ولا عصيان، وكان المال مالا حلالا، فهو حج مبرور بمعنى مقبول. قال: وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني قد كنت تجهزت للحج. يعني إحدى الصحابيات وتسمى أم سنان أو أم معقل جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، أنا استعدت للحج وجهزت كل حاجة، فاعترض لي، أي جاءني ظرف طارئ، مرضت بمرض الجدر أو القرحة اللي هي الحصبة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة، صلى الله وسلم وبارك عليه. ذكرت منذ قليل أن صور الحج أربعة: إفراد وقران وتمتع وإطلاق. هنا نسمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفضل الإفراد. سيدنا عمر، قال الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، يعني خلوا الحج لوحده والعمرة لوحدها، فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج. لماذا؟ فعمر يرى أن الإفراد أفضل ويميل إليه ويستحبه، لأن كونك تروح تعمل عمرة وبعدين فيها مشقة وترجع إلى بلدك ثم تنشئ سفرا آخر إلى الحج وفيه مشقة، والثواب على قدر إيه؟ على قدر المشقة. قال ابن وضاح: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع. هذا إشارة إلى أن عثمان بن عفان كان يحب التوالي بين الحج والعمرة ما دام على قيد الحياة. فتوى. قال مالك: ولا أرى لأحد، قال مالك: العمرة سنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. بعض شراح الحديث فهموا من كلمة مالك ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها على أن العمرة فريضة كالحج تماما. فتوى. قال مالك: ولا أرى لأحد أن يعتمر في السنة مرارا. هذا رأي مالك، بيفضل مالك أن الواحد ما يكررش العمرة في السنة. طبعا جمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة على مدار السنة ولا شيء فيه، لأن احنا سمعنا الآن الحديث الرسول قال فيه العمرة إلى العمرة، معناها هتتكرر. فتوى. قال مالك: في المعتمر يقع بأهله، إذا المعتمر باشر أهله وزوجته، قال مالك: إن عليه في ذلك الهدي، وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد. يعني معناها لو أن الزوجة عاشر زوجته في وقت العمرة فسدت عمرته هذه، ويلزمه أن يكملها، وبعدما يكملها ينشئ عمرة جديدة ويحرم من حيث أحرم بعمرته التي أفسد، إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه أن يحرم إلا من ميقاته. فتوى. برضو حيسأل مالك: ما حكم من عمل عمرة أو اعتمر وهو على جنابة أو هو غير طاهر؟ قال مالك: ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر افتكر، قال: يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، وعلى المرأة إذ أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. فتوى. قال مالك: فأما العمرة من التنعيم
ونحن جميعا نعرف التنعيم، فإنه من شاء أن يخرج من الحرم من مكة ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. قال: باب نكاح المحرم. في هناك عبادات بمجرد دخولك فيها، هناك عبادات بمجرد ما تمارسها أو تدخل فيها بيحرم عليك أشياء. الصلاة مثلا، بمجرد دخولك في الصلاة وافتتحتها بتكبيرة الإحرام ممنوع أن تتكلم، ممنوع أن تنعس، ممنوع أن تأكل، هذه أمور محرمة. كذلك الحج، بمجرد ما تنوي الحج يحرم عليك أشياء، منها الطيب، يحرم عليك الطيب، ويحرم عليك قص الأظافر، ويحرم عليك لبس المخيط، ويحرم عليك الصيد، ممنوع الصاد، ويحرم عليك نكاح زوجتك، بل ويحرم عليك أن تعقد القران على امرأة. هذه وأنت في حال الاعتكاف، أنت ممنوع من أشياء. فالحاج أو المحرم ممنوع من أشياء، منها النكاح. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. هذا كلام ينقض ما قلناه الآن. فالمحرم لا يصح له أن يتزوج ولا أن يعقد القران ولا يصح له أن ينكح زوجته. إنما كيف في هذا الحديث الذي رواه مالك يشير إلى أن الرسول تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم؟ لا، هذا ولذلك هذا ضعيف. والصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وليس محرما، بعدما رجع من مكة وهو في الطريق عقد عليها ودخل بها في مكان يسمى سرف، حتى إن ميمونة رضي الله عنها ودي صاحبة القصة قالت: تزوجني رسول الله وهو حلال. أدي واحد، يبقى اعتراف صاحبة الواقعة هذا دليل، يبقى الرسول تزوج ميمونة وهو ليس إيه؟ وهو ليس محرما بل هو حلال. أيضا أبو رافع مولى رسول الله قال إن الرسول تزوج ميمونة وهي حلال. أيضا سليمان بن يسار مولى ميمونة قال إن رسول الله تزوج ميمونة وهو حلال. فإذا كون الرسول تزوج ميمونة وهو محرم هذا خطأ، لم يثبت إلا من حديث ابن عباس وفيه كلام كثير. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان ابن عثمان رضي الله عنه، وأبان يومئذ أمير الحاج، هو المسؤول عن الحج، وهما محرمان، قال له: إني قد أردت أن أنكح طلحة ابن عمر بنت شيبة ابن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، قال له ما ينفعش. قال: سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا ينكح بنفسه ولا يكلف غيره بأن يعقد ولا يخطب. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان ابن طريف المرية أخبره أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه، رد عليه النكاح، قال ده ما ينفعش واحد وهو محرم يتزوج أثناء الإحرام. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول، ده كلام سيدنا عبد الله بن عمر، لا ينكح المحرم
ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال مالك: في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة. المراجعة مش مشكلة، لكن النكاح هو المشكلة. قال: باب حجامة المحرم. نحن جميعا نعرف الحجامة، وهي إخراج أو امتصاص دم موجود بجهاز موجود بعد تشريط الجلد. هل يجوز للمحرم أن يستعمل الحجامة؟ نعم. قال مالك، قال أبو ابن وضاع: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ بلحي جمل مكان بطريق مكة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. يعني إذا كانت هناك ضرورة تستوجب الحجامة ما في مانع، كان يكون هناك صداع، كان هناك ضغط، ووصف الأطباء أنه يحتجم فلا بأس في ذلك، وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الحجامة كما نعلم إذا كانت في الرأس تستوجب إزالة شعر الرأس، والمحرم ليس من حقه أن يزيل شعرا من رأسه. قال: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. احنا قلنا قبل ذلك لا يجوز للمحرم أن يصطاد. طب السؤال الآن: ماذا لو أن رجلا غير محرم اصطاد طائرا أو اصطاد حيوانا وقدمه للمحرم، هل المحرم يأكله؟ هذا ما نسمعه الآن. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة، كانوا في صلح الحديبية أو في السنة السابعة، تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. يبقى سيدنا أبو قتادة ما كانش محرم، إنما بقية الصحابة كانوا محرمين. فرأى أبو قتادة حمارا وحشيا. احنا عندنا الحمار على نوعين، في حمار اسمه الحمار الأهلي، وهو الحمار الذي يركب ويستخدم في نقل الأشياء من مكان إلى، اسمه حمار أهلي. هذا النوع من الحمار أو من الحمير لا يؤكل، حرام أكله. في تفسيرات كثيرة بسبب النهي، لكن نوع تاني آخر اسمه الحمار الوحشي المتألم، ده يجوز أكله. فسيدنا أبو قتادة وهو غير محرم رأى في طريق مكة حمارا وحشيا، فاستوى على الفرس، ركب الفرس، فسأل أصحابه أن يناولوه صوتا فأبوا عليه لأنهم كانوا محرمين، فسألهم رمحا دون الرمح فأبوا لأنهم محرمون، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم لأنهم محرمون. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك، قال: إنما هي طعمة أطعمكوها الله سبحانه وتعالى. حتى في بعض الروايات اللي هنسمعها هل قال لهم: هل معكم من لحمه شيء؟ فإذا أبو قتادة لم يكن محرما واصطاد، ولكن الصحابة الآخرين ورسول الله معهم كانوا محرمين، فلم يأكلوا من فأكلوا من الصيد وأقرهم رسول الله على ذلك. قد يسأل سائل: ليه كان أبو قتادة مش محرم؟ لأن الرسول كان أرسله لكي يكشف العدو لهم، فلم يلبس ملابس الإحرام. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم، لحم الظباء يجففه على الصخر في مكة لحد ما يبقى قديد ويأكله. قال مالك: والصفيف القديد. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم
أن عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر اللي احنا قلناه، إلا أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمه شيء؟ هذا إقرار أنه يريد أن يأكل من هذا الحمار الوحش. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي، والبهزي ده اسمه زيد بن كعب الأسلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم، حتى إذا كان بالروحاء اسم مكان، إذا حمار وحشي عقير، حمار وحشي عقير يعني مجروح جرح شديد جدا، يعني مؤثر عليه، فذكر ذلك لرسول الله، قالوا: يا رسول الله احنا شايفين حمار وحشي عقير، فقال: دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء البهزي وهو كما قلت زيد بن كعب، فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، خذوا هذا الحمار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق، ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج، دول اسم أماكن موجودين بين مكة والمدينة. شاف حاجة تانية: إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، يعني هو شاف ظبي تدلي رأسها بين رجليها كالنائم، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه، يعني اتركوا هذه الظباء ولا تمسوها بشيء. قال مالك: وحدثني يحيى، قال أبو ابن وضاح: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين، فسألهم عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله. سيدنا أبو هريرة قال لهم: كلوا مش مشكلة. قال: ثم إني شككت فيما أمرتهم به، هو سيدنا أبو هريرة، فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر: ماذا أمرتهم به؟ فقال: أمرتهم بأكله. فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتهم بغير ذلك لفعلت بك، يتوعده. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر أنه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلة يأكلون فأفتاهم بأكله، ما دام حلال يأكل. قال: ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن ذلك، فقال: بما أفتيتهم؟ قال: فقلت: أفتيتهم بأكله. قال: فقال عمر: لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتهم. فعمر أمير المؤمنين وهو فقيه يعلم أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صاده الحلال. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار، وده كان يهودي وأسلم، أن كعب الأحبار أقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله. قال: فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا له ذلك، فقال: من أفتاكم بهذا؟ قالوا: كعب. قال: فإني قد أمرته عليكم، جعلت مسؤول عليكم حتى ترجعوا. ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد، رجل من جراد يعني جماعة فوق من الجراد، فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه. احنا قلنا قبل كده الرسول عليه الصلاة والسلام غزا 7 غزوات كان بيأكل الجراد،
فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك، فقال: ما حملك على أن تفتيهم بهذا؟ بيكلم كعب الأحبار. قال: هو من صيد البحر. قال عمر: وما يدريك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين. يعني كعب الأحبار بيخبر إن الجراد اللي موجود ده جاء من بطن حوت ينثره في العام مرتين. طبعا سيدنا عمر سمع الكلام من كعب الأحبار فلم يكذبه ولم يصدقه، لأن عمر وهو فقيه خشي أن يكون عند كعب علم من التوراة، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثنا أهل الكتاب عن كتابهم ألا يصدقوا ولا يكذبوا حتى لا يكذبوا في حق جاءوا به أو يصدقوا في باطل اختلقوه أو غير ذلك. فتوى: وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق، هل يبتاعه المحرم، يعني يشتريه المحرم؟ فقال: أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيدا، فإن يعني لو كان اللحم اللي موجود على الطريق مصاد لأجل المحرمين، فمالك قال: فإني أكرهه وأنهى عنه. فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به. قال مالك: في من أحرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه أن يرسله ولا بأس أن يجعله عند أهله. فتوى: قال مالك: في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك، هل يجوز للمحرم أن يصطاد الحيتان من البحر أو البرك أو الأنهار؟ قال: إنه حلال للمحرم أن يصطاده، لأن مالك يحفظ كتاب الله ويقرأ قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. هذا والله أعلى وأعلم. والكلمة الآن لأخينا الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم شفاء لا يغادر سقما، وأن يرده إلينا سالما غانما إلى هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى. استكمالا لما بدأه أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى حفظه الله تبارك وتعالى، باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد، يعني الباب السابق ما يجوز للمحرم أكله، هذا عكسه، ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد. قال ابن وضاح رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة. والصعب بن جثامة صحابي جليل، خاله أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه. مات هذا الصحابي في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث من رواية صحابي عن صحابي، سيدنا عبد الله بن عباس ابن عباس يروي عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وارضاه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا، أو أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء. والأبواء مكان يبعد عن المدينة حوالي 23 ميلا، أو بودان، يعني شك من الراوي، وهو مكان قريب منه يبعد عن الجحفة حوالي 8 أميال.
فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده أو لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني أننا محرمون، والمحرم يحرم عليه أن يأكل من لحم الصيد الذي صيد من أجله. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج، وهو مكان بين مكة والمدينة، وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، والأرجوان هو صوف أحمر، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم، إنما صيد من أجلي. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت له: يا ابن أختي، إنما هي عشر ليال، فإن تحلج أو تخلج في نفسك، يعني دخل في نفسك شيء فدعه، تعني أكل لحم الصيد. قال مالك: في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له أو فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم أنه من أجله صيد، فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله. وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم، أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة؟ فقال: بل يأكل الميتة، وذلك أن الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال، وقد أرخص في الميتة على حال الضرورة. قال مالك: وأما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم، لأنه ليس مذكي، يعني مذكى، بل هو ميتا، يعتبر ميتا، كان خطأ أو عمدا، يعني سواء كان هذا خطأ أو عمدا فأكله لا يحل. وقد سمعت ذلك من غير واحد، والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه، يعني الذي يقتل الصيد هذا ذنب ويأكله ذنب آخر، طيب الكفارة؟ عليه كفارة واحدة. باب أمر الصيد في الحرم. قال مالك: كل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله، وعلى من فعل ذلك الصيد. فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل، وليس عليه في ذلك جزاء إلا أن يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم، فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاء. باب الحكم أو الحكم في الصيد. قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال مالك: فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاء. قال الإمام مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه، يعني عليه جزاء. قال يحيى: قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه أن يقوم الصيد، يعني يقدر هذا الصيد الذي أصاب، فينظر كم ثمنه من الطعام
فيطعم كل مسكين أو فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وإن كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وإن كانوا أكثر من ستين مسكينا. قال مالك سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم. باب ما يقتل أو ما يقتل المحرم من الدواب. هناك دواب يحل قتلها وهو محرم، ما هي هذه الدواب؟ قال ابن وضاح حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، ليس عليه ذنب: الغراب وهو معروف، والحداءة وهو طائر معروف يخطف دائما طعام الناس، والعقرب والفأرة والكلب العقور يعني الكلب العاقر أي الذي يجرح أو الذي يضر الناس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، وطبعا هذا يعتبر مرسل وقد ورد مسندا كما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحداءة والكلب العقور. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: إن كل ما عقر الناس وعدى عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور أو هو بمثابة الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه، يعني عليه فدية. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الغراب والحداءة، وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. قال ابن وضاح حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقرض بعيرا له في طين بالسقيا، ومعنى يقرض يعني يزيل القراض من جسده، والقراض أعزكم الله حشرة تتعلق بجسد الحيوان. قال مالك وأنا أكرهه، يعني الإمام مالك يكره ذلك، لأن ذلك هذه الحشرات إذا أخرجت من جسد الحيوان أو البعير فإنها تموت، فلعل ذلك من باب الاحتياط. قال وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم أيحق جسده، فقالت نعم فليحككه وليشدد، ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككته. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر في المرآة
لشكو كان بعينيه وهو محرم. طبعا العلماء قالوا أن النظر في المرآة ربما هذا من باب الزينة، وهذا يعتبر محظورا على المحرم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره. يعني الحلمة القراد كما قلنا هو هذه الحصى التي تتعلق بالبعير أو بالحيوان، والحلمة هو صغار هذه الحشرة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يشتكي أذنه أيقطر في أذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم، فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال مالك: ولا بأس أن يبط، يعني يشق المحرم خراجه ويفقأ دموله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. باب الحج عمن يحج عنهم. ده آخر باب عنده. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضيفا، يعني يركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من قثعم وهي قبيلة مشهورة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأترك المجال لأخي فضيلة الأستاذ الدكتور محمد، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في من أحصر بعدو. ومعنى أحصر يعني منع من الوصول لأداء مناسك الحج والعمرة ببيت الله سبحانه وتعالى. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو، يعني عدو منعه من الوصول إلى الكعبة المشرفة، فحال بينه وبين البيت، فإنه يحل من كل شيء لا يكمل بقية المناسك، وينحر هديه من الإبل والبقر والغنم والشاة تجزئها هنا، وينحر هديه ويحلق رأسه، وليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء إلا إذا كان عليه حجة الإسلام، فإنه يقضي بعد ذلك. قال ابن وضاح:
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية لما منعهم كفار قريش، فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، في الفتنة معناها الوقت الذي هاجم فيه الحجاج، الوقت الذي هاجم فيه الحجاج ابن يوسف الثقفي سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال سيدنا عبد الله بن عمر إن صددت يعني منعت لم أستطع الوصول إلى الكعبة المشرفة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمره من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال ما أمرهما، يعني الحج والعمرة الحكم ها هنا واحد، ما أمرهما إلا واحد، ثم التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم نفذ ذهب حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال مالك رحمه الله فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو، من منعه عدو في الطريق من الوصول إلى بيت الله الحرام، في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو مثل المرض مثلا أعزكم الله وعافاكم، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت، بمعنى أن الإمام مالك يرى أن الحاج المحصر بمرض لابد أن يذهب إلى الكعبة المشرفة حتى يطوف بها ويسعى بين الصفا والمروة، لكن رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وهو رأي جمهور أهل العلم أنه لا فرق بين من أحصر بعدو أو بمرض. باب ما جاء في من أحصر بغير عدو. قال ابن وضاح حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال المحصر بمرض، المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت، يعني لا بد أن يطوف بالبيت أولا ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب يعني الثياب المخيط، لكن التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول المحرم لا يحله إلا البيت، لا بد أن يطوف بالكعبة المشرفة. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما أنه قال خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما والناس. وتخصيص هذين الصحابيين الجليلين بالذكر
هناك غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثر في هذا الوقت، لكن تخصيص هذين الصحابيين بالذكر من باب التكريم ومن باب التشريف لهما، وأنعم بهما من صحابيين جليلين. كان قديما أنه قال: خرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص أحد أن أحل، فأقمت على ذلك الماء 7 أشهر حتى أحللت بعمرة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة المخزومي صورع، يعني أصيب بالصرع عافاكم الله وسلمكم، صرع ببعض طريق مكة وهو محرم، فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه، فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكلهم أمره أن يتداوى بما لا بد له من ويفتدي، فإذا صح اعتمر، فحل من إحرامه، ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي. قال مالك رحمه الله: وعلى هذا الأمر عندنا في من أحصر بغير عدو، وقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال مالك رحمه الله: وكل من حبس عن الحج بعدما يحرم إما بمرض أو بغيره أو بخطأ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر، يعني من الهدي من الإبل والبقر والغنم والشاة تجزئها هنا. قال يحيى: سئل مالك رحمه الله عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق، يعني أصيب بداء الإسهال أعزكم الله وسلمكم، أو امرأة تطلق أصيبت بطلق الولادة. قال: من أصابه هذا منهم وهو محصر يكون عليهم مثل ما على أهل الآفاق إذا هم أحصروا. قال مالك رحمه الله: في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك رحمه الله: أرى أن يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي. قال مالك رحمه الله: في من أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع الناس الموقف. قال مالك: إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا، وعليه حج قابل والهدي. فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج، وعليه حج قابل والهدي.
باب ما جاء في بناء الكعبة. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم عليه السلام، بمعنى أنهم لم يبنوا ولم يقيموا الكعبة على جميع قواعد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قالت: فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حثانوا، يعني الوقت قريب، لولا حثان قومك بالكفر لفعلت. قال: فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله لئن كانت عائشة ليس تشكيكا في صدقها رضي الله تعالى عنها، لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت، يعني الكعبة المشرفة، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت، لأن الحجر جزء من البيت ومن الكعبة المشرفة. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: سمعت بعض علمائنا يقول: ما حجر الحجر، ما حجر يعني ما منع الناس من الطواف من داخل حجر سيدنا إسماعيل، إنما الطواف من خارجه. ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه، يعني من خارجه، إلا إرادة أن يستوعب الناس الطواف بالبيت كله، يعني بالكعبة المشرفة كلها، على أساس قواعد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. باب الرمل في الطواف. والرمل هو المشي السريع، وهو أقل من الهرولة، وهو سنة مستحبة في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف الإفاضة، وهو خاص بالرجال دون النساء، والحكمة فيه إظهار قوة المسلمين. قال ابن وضاح: حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. قال مالك رحمه الله: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. لماذا؟ لأن بداية الطواف من الحجر الأسود، والنهاية كذلك إلى هذا المكان الطاهر ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول: اللهم لا إله إلا أنت، اللهم لا إله إلا أنت، وأنت تحيي بعدما أمت، يخفض صوته بذلك. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أحرم بعمرة من التنعيم، مكان قريب جدا من مكة. قال: ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى،
وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الدكتور محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ونقول كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام في ختام كل مجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أنك الإله الواحد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.